مين؟ أنا. أنت مين؟ أنا الحرامي. يا لهوي، حرامي؟ عايز إيه يا سي الحرامي؟ عايز حبه. حبه مين؟ سهير حبيبة قلبي. 34 ثانية يا قلبي. أدوب أنا. تعالي هنا. وحشتينا يا بنت سوسو. كنت غطسان فيني شعرتي؟ مفيش، كنت بفرك على قرشين. وأول ما الدنيا ما ابتسمت هوب كأني طالع ما أطلع. كل ما أكلم حد غير متاح يا ربما يكون مغلق. أنا دايما متاحة يا شعرتي. التلات نمر 10 و11 و12 24 ساعة. إني تايم؟ إني ويك؟ لا يا سوسو، لا يا حبيبة قلبي، أنا لسه شعلان. إيش بتتكسفي مني يا بيضة؟ مين اللي بابك؟ محدش. أنت هتستهبلي؟ آه. هي بقت كده يا سوسو؟ طب أنا هتفرج وأرجع أتفرج. أستر نفسك واطلعلي عشان حد يلبس كفنك يا روح أمك. يا لهوي، ده هيذبح البت بجد. في ايه يا بت مالك؟ مين ده؟ ده شعلتي بيغير عليا موت. شعلتك؟ طب عايزة انا اكمل ولا امشي؟ لا يا حبيبتي اتوكلي. فين؟ طب سلم يا ابني. يا شعلة. سلام يا حبيبتي. دي رانيا. وتعمل عندك؟ اللي بتعملي الحاجات. حاجات ايه؟ الله، ايه مش واخد بالك ولا ايه؟ باي باين. طب ما تيجي نريح شويه. لا لا خد ايه. لا 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 يا حبه. لا يا حبيبي قلبي. لا مش كده بقى، حرام. مش انت والسجن. يا زيزو. يا شعلان، عايزك. طب ينفع نخلي المصلحه دي بالليل؟ لا 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 لا، مفيش تأجيل، عايزك حالا. مش تقصير مني، ده انا خايف عليك، ده انا متبهدل بهدله. حاضر يا زيزو. طيب يا صاحبي خلاص، جاي جاي. ايه بقى؟ مش هتفهميني ايه حكايه الواد المزد اللي كل شويه يجيلك ده؟ حب قديم ده ولا ايه؟ حب قديم ايه انت كمان؟ انت عارفه ان انا عندي حب قديم. لا يعني انا مش قصدي، بس يعني اصل انا شايفاه كل شويه يجيلك كده وبعدين الاقي وشك قلب. حكايه كده من عبيك يا طول شرحها، هبقى احكي لك بعدين. ايه ده؟ الجو ده؟ وانا كل ما اسالك على حاجه تقولي لي بعدين؟ لا لا ما بحبش الجلسه دي. بعدين يعني لو مش عايزاه سيبيهولي، يعني انا عايزه اتجوز. بقول لك ايه يا ندى والنبي، وانت خارجه اقفلي الباب وراك. ده يعني امشي صح؟ كلك نظر. طيب خلاص، انت اكيد عايزه تغيري تفكري فيها. ما تعملش. امشي بقى امشي بقى. خلاص ماشي. وانت هتجيب مكونات الكشافات دي منين ان شاء الله؟ هو احنا بنصنع حاجه؟ ده ادخل مصانع بتجيب وتجمع. هي جت على التربيط يعني؟ يعني الناس اللي بره دي بايدين واحنا بايد واحده، بعينين واحنا بعين واحده. الله يا عم، بس اعمل لنا انت حصر كده بمكونات الكشاف ده وربنا يسهل. وعايزك تشوف لي كام واد من بتوع التكنولوجيا كده تستنضفهم لنا كده، هم مساكين ماشي مرميين على الرصيفه مش عارفين نعمل فيهم ايه. ربنا يصلح حالنا. السلام عليكم يا معلم سيسو. اديك يا معلم ايه؟ والله اهلا يا سجعجع. عايز ايه يا عم؟ خير. انا بيجي من وراي غير الخير يا معلم. انا في الحقيقه كده عايز اعمل معاك سكيشن.
وعشان عايز اوسع نطاق اعمالي كده في السوق ويبقى لي فريش نورتايز. ايه؟ فريش نورتايز. الواد ده بيقول ايه؟ يقصد فرانشايز، عايز يتوسع في البيزنس بتاعه ويعمل له فروع ويبقى اسمه ماركه مسجله. جعور؟ اه جعور. ده جبت الكلام ده منين يا واد؟ لا ما تقلقش عليا، اصل انا كنت خدت قبل كده كورس في الجامعه الامريكانيه. صحيح ما كنتش عم افهم حاجه من الجماعه اللي هيكبركم بالانجليزي، لكن الواد ده ابن العفريت ده كان يجي يمسك الكمبيوتر كده ويقعد يلعب بيديه ويشرح لي. ايه ده؟ هو انت اللي بتقوله الحاجات دي؟ اصل انا يا فندم بكالوريوس هندسه قسم كمبيوتر، وحاليا بعمل ماجستير، وفي نفس الوقت شغال عند المعلم جعور. اللهم صل على النبي. على فكره انا عايز اقول لحضرتك، زميلي ياسين كمان مهندس وفي اخر السنه في ما تكفل خشمك يا ايه ده واكل تدي لحالك بررم بررم. بس ابني اقول الكلمتين للراجل يخرب بيت ابو غدتك. بص يا معلم سيسو، انا جاي اجر منك الباترينه دي بدل ما هي حالها واقف كده. اه تعمل لها اي حاجه في الشهر. قلت ايه؟ بقول لك يا جعور، قول يا معلم. ما تأجر لي انت الولاد اللي عندك دول، ايه رايك؟ ايه يا معلم سيسو، هو انا جاي لك هنا عشان تتبجلت علي؟ عايز تركبنا على المسرح وتخلي الناس تاكل بقفايا عيش؟ بص يا معلم سيسو، فكر كده ودورها في دماغك وابقى رد علي. يلا بينا يا واد. خد يا جعور تعال. خد يا حبيبي. خد. ايه ده يا معلم؟ وبشتري جلابيه جديده. بيمين كبير ما هي راجعه. يلا يا واد وانت حسابك قدامي بعدين. يلا امشي. الله امشي. جتك نيلة وانت شرف راس النبي. فهمت اللي في دماغي؟ انا فهمت انت بتفكر في ايه. ساتر صل على النبي صل على النبي. ربنا اني عرفت اطلعك منها. ده تزوير في اوراق رسميه. انا مستغرب من تصرفك ده قوي يا باشا. عيب تبقى امن دوله سابق وتعمل كده. انت عايز تبهدل نفسك على كبر ولا ايه؟ هو مين اللي عملك الجوازات دي؟ عبد العزيز. وده مقابل ايه؟ اوعى تكون اديته اي معلومات. احنا مش ناقصين دربك يا باشا. انت شايف البلد عامله ازاي؟ يعني هو طلب معلومات عشان يسند نفسه في السوق. واديتها له يا باشا؟ شوف بقى يا باشا، الواد ده داخل في حيطة داخل في حيطة. مش عايزين بقى تتلط منه. هتلط في ايه يعني؟ هو كان هيعمل ايه؟ مش هو اللي هيعمل. بص يا باشا، عبد العزيز ده تحتيه خط كبير قوي. لو عايز يعمل بطل قومي يشيلها هو لوحده.